انا قطعتوها هسه هاي القطعه بشكل قلي راح تطلعيني خساره، فلما راح تروح منو راح ياكلها؟ سعيد الحظ لان انا قطعتها. فهسه منو سعيد الحظ؟ عمو سبهان. يلا عمو سبهان تدلل بالبدايه. شو تحطون؟ خلي باذنجان. باذنجان كم وحدي؟ خلي 32. 30 يلا 30. بعدين نرجع نخلي اللحم يصير هاي الطريقه. اللحم ده حطلو من هذا عمو سبهان. زين كم قطعة تقريبا؟ خلي هالشكل. تمام كلش تمام. تمام بقدونس. زين بلكي عمو سبهان ما يحب هذول. عمو كل شيء تحب نلفيه. احنا كل واحد نعرف ايش ياكل. ها خلاص راح احطه بصل. لفته كامل 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 بصل. ايه وكرافس. الكرافس طيب مع الاكل. وهسه الطماطه همينا. عمو سبهان هنيالك مدتوا لك لفه تخبط. حز اللخ طماطه. حز اللخ. ايه هالشكل. وهذا اشنو؟ هسه خلي زيت. اثنين سندويتش اللحم لازم زيت. اها زيت. ايه. انا لا تخلوا لي زيت. ايه هالشكل. ايه خلاص. وملح. ملح. ايه عمو سبهان تريد ملح؟ طبعا عنده ضغط قليل قليل قليل. يلا حطيت لك ندفي. هاي بالعافيه عليك عمو سبهان.